ازاي نستفيد من الخبرات اللي خدناها كنادي اهلي متواجد لسبع مرات في كاس العالم للانديه، ونستفيد بيها بكره امام فريق كبير زي فريق الهلال السعودي. بص يا كابتن، هو مبدئيا طبعا نادي الهلال فريق كبير جدا، ويمكن من اجمد الانديه في اسيا وفي السعوديه كمان بشكل خاص، واكيد طبعا عنده لعيبه مميزه جدا، ودايما بيدعم الفريق بلعيبه مميزه جدا ولعيبه اوروبيه، فبالتالي لقاء بكره هيبقى صعب جدا بالنسبه لنا. لكن انا شايف النادي الاهلي عدينا خلاص الظروف اللي فاتت دي، ويمكن طمعنا شويه ان احنا ناخد خطوه ان احنا نوصل للفاينل، ولكن خلاص انت دلوقتي في امر واقع انك انت هتلاعب فريق كبير وبتنافس كمان على ميداليه. يمكن مش عايز اقول ان حتى على مستوى الاعلام دلوقتي قدامنا كمان، يعني ده الاعلام السعودي وبيتكلم، دي صحيفه اليوم السعوديه بتتكلم ان طبعا الهلال زعيم اسيا بثمان القاب، الاهلي فخر افريقيا ب 23 لقب، وبتجيب طبعا الالقاب النادي الاهلي ب او الهلال 64 لقب، النادي الاهلي 142 لقب، وبتكتب ارقام واضح جدا كمان ان طبعا فريق الهلال وكل اسيا طبعا تحترم اسم كبير زي النادي الاهلي من خلال الارقام اللي معروضه، ومن خلال اداء النادي الاهلي خلال اللي يمكن الفترات اللي فاتت اللي بيأدي فيها على المستوى الافريقي بمستوى اكتر من رائع. يعني اكيد يا كابتن، طبعا النادي الاهلي نادي كبير، يعني العالم كله عارف مين هو النادي الاهلي بتاريخه ببطولاته، فبالتالي احنا الحمد لله كل النسخ اللي كانت موجوده في كاس العالم احنا بنسبه كبيره جدا 99% احنا موجودين في النسخ اللي موجوده في تنظيم كاس العالم للانديه. طبعا نادي الهلال اكيد يعني عارف كويس قوي قيمه النادي الاهلي، وكذلك احنا في النادي الاهلي طبعا عارفين قيمه النادي الهلال. النادي الهلال من الفرق العظيمه في اسيا وفي السعوديه، فبالتالي اكيد لقاء بكره هيبقى لقاء صعب جدا، لكن يعني ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي خلاص، احنا الظروف اللي فاتت دي كانت لازم كنا نمر بيها، وخلاص انت في امر واقع، عندك اللعيبه الحمد لله نوعا ما، عندك يومين ثلاثه ابتدوا ياخدوا راحه واستشفاء من البطوله، انت جاي عندك عدد لعيبه جايه فيها اجهاد غير طبيعي. اللعيبه الدوليه تقصد؟ الدوليه طبعا اللي جايه باجهاد غير طبيعي، وجاي زي ما كابتن سيد قال ان هي تدخل قبل المعسكر بكام ساعه، وفي نفس الوقت طبعا انت بتعامل نفسي، بتعامل استشفاء، بتعامل كل حاجه. ده كمان خلي بالك ده الاجهاد البدني، الاجهاد النفسي كمان اللي يمكن لاحظناه بشكل كبير جدا مثلا على محمد صلاح من خلال بعد رجوعه والاحباط اللي كان فيه، ده كمان بيأثر بشكل او باخر على الـ على الـ على الاداء البدني، وبيكون في خوف من الاصابه. لكن زي ما انت بتقول اعتقادي الشخصي خلاص ان مباراه بكره كمان باذن الله ان شاء الله باذن الله لو فزنا بيها كمان هيكون عامل ايجابي، ونبدا بقى نخش كمان على البطوله الافريقيه، مستنينا كمان مباراه طبعا الهلال السوداني في بطوله افريقيا، فكلها كله رابط مع بعضه. وكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم ان في مراحل بنمر بيها، تركيزنا على البرونزيه ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره، لكن كابتن اسلام مش سهل، يعني الموضوع مش سهل، خاصه ان الاهداف كانت للفرقتين مشتركه، الهلال كان من اهدافه الوصول للمباراه النهائيه، كذلك النادي الاهلي رغم الصعوبات لكن من اهدافه للوصول للمباراه النهائيه، وبالتالي كله بيتمسك طبعا بالبرونزيه. يعني اكيد يمكن طبعا نادي الهلال اعتقد ان هو اول مره في حياته ان هو يشارك على البرونزيه تقريبا في النسخ كاس العالم للانديه، لكن النادي الاهلي طبعا اكيد عنده دوافع برضه، يعني كيان النادي الاهلي كبير والدوافع كبيره جدا انك انت تاخد برونزيه كاس العالم المره الثانيه على التوالي، اعتقد ان دي برضه عايزه تركيز كبير جدا، وعايزه ان شاء الله يكون مستر موسيماني يحط تشكيل مناسب للقاء، لان انت بتلعب فريق قوي جدا عنده لعيبه مميزه. ولكن زي ما حضرتك قلت احنا النادي الاهلي دايما بيلعب على التتويج، ودايما بتطلع من بطوله لبطوله، انت هتخش هتطلع من كاس العالم ده هتخش على بطوله افريقيا عشان ترجع تاني تلعب كاس عالم، فده حال النادي الاهلي، وده الطبيعي ان النادي الاهلي بيفكر فيه. فاتمنى ان شاء الله لقاء بكره اللعيبه كمان تكون مركزه ان شاء الله باذن، ان حاجه مهمه جدا انك انت تاخد برونزيه كاس عالم للمره الثانيه على التوالي. كنا بنطمع طبعا في حاجه زي كده، اكيد نادي الهلال كان بيطمع ان هو يوصل للمباراه النهائيه، لكن حتى في أسوأ احتمالاتها كابتن اسلام وكابتن هاني، في أسوأ الظروف انك انت في اخر 6 دقائق كنت تقدر تكسب اللقاء
لكن التحكيم كان ليه دور كبير جدا، والظروف كانت معاكسه انك انت لينا بينالتي ولينا كذا فرصه من وليد سليمان وهاني محمد هاني وشريف الجول اللي جه طبعا. فانت في اربع خمس دقائق انت جبت ثلاث اهداف وثلاث فرص، كنت ممكن تقدر تحرز ثلاث اهداف. ولكن اللقاء بكره ماتش صعب، اتمنى ان شاء الله يكون في تركيز، لان طبعا نادي الهلال نادي كبير وان شاء الله نستمتع، واكيد ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو باذن الله يحرز البرونزيه، وان شاء الله باذن الله النسخه القادمه ان شاء الله نلعب على الكاس على الفاينل باذن الله. عايزك